استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشيخ محمد بن راشد آل خليفة، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه بعد تعيينه وكيلا بديوان رئيس مجلس الوزراء، مشيدا سموه بالخبرات الإدارية التي يمتلكها الشيخ محمد بن راشد آل خليفة. وقد تبادل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع الشيخ محمد بن راشد آل خليفة تعزيز الروابط المشتركة، ومنها في القطاعين الشبابي والرياضي، لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تصبو إليها القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.